السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنحكي لاولادنا عن احدى امهات المؤمنين، هي السيده عائشه بنت ابو بكر الصديق رضي الله عنها. تفتحت عين السيده عائشه على الدنيا فوجدت اباها ابو بكر الصديق وامها ام رومان بنت عامر يدينان بالإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تعرف الجاهلية وتشبعت بتعاليم الإسلام، تمام، وتربت على آدابه. وكانت السيدة عائشة في طفولتها مثل كل الأطفال تحب اللعب بالعرائس وتركب المراجيح مع صديقتها. ولما توفيت السيدة خديجة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عرضت الصحابية خولة بنت حكيم على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن يخطب السيدة عائشة، فوافق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووافق أبو بكر الصديق. ولما أذن الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فرافقه أبو بكر الصديق في هذه الرحلة. ولما وصل الصديق إلى المدينة أرسل إلى ابنه عبد الله يطلب منه أن يهاجر بأهل بيته عائشة وأسماء وأم رومان، ففعل عبد الله ابن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهاجر بهما، فوصلوا المدينة سالمين، تمام. وبعد انتصار المسلمين في غزوة بدر تزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عائشة، وكان ذلك في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة، فعمت الفرحة أرجاء المدينة ابتهاجا بهذا الزواج المبارك. وفي أحد الأيام كان بعض أهل الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، فوقفت السيدة عائشة تشاهدهم من خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما سألها الرسول هل اكتفيت تقول لا، ولم يكن لديها رغبة في المشاهدة، ولكن أرادت أن يعلم المسلمون مقدار حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لزوجته، ولكي يعلم الناس أن الإسلام لا يمنع اللهو البريء، اللعب البريء، اللعب المفهوش أي حاجة وحشة. وفي إحدى الغزوات كانت السيدة عائشة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأثناء العودة تأخر النبي مع السيدة عائشة وتسابقا في الجري، فسبقته السيدة عائشة رضي الله عنها، فانتظر النبي مدة من الزمن ثم تسابقا فسبقها النبي هذه المرة. وقد شاركت السيدة عائشة في غزوة أحد مع بعض النساء المجاهدات، وكانت تسقي الجيش وتساعد في نقل الجرحى وعلاجهم في خيمة خلف الجيش. وحدث أن أشاع بعض المنافقين كلاما سيئا عن السيدة عائشة، فاعتزلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، فمرضت السيدة عائشة من شدة الحزن، لكن الله أنزل براءتها في القرآن الكريم، ففرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفرحت السيدة عائشة وشفيت من مرضها. ولما اشتد المرض على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان في غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها، فكانت تمرضه وترعاه حتى توفى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها، في حجر السيدة عائشة رضي الله عنها. تعلمت السيدة عائشة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير من أمور الإسلام، وحفظت الآداب من الأحاديث، وكان كبار الصحابة يسألونها في أمور الدين ويأخذون عنها العلم، حتى قال البعض لو جمع علم عائشة إلى جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، تمام؟ امتدت حياة السيدة عائشة حتى شهدت مصرع الخليفة الثالث عثمان بن عفان على يد مجموعة من الأشرار المجرمين، فخرجت إلى علي بن أبي طالب ومعها بعض الجنود تطالبه بالقصاص من قتلة عثمان،
فلقاهم جند علي وأشعل المنافقون الحرب بين الطرفين، لكن الجند أكرموها وأعادوها معززة مكرمة إلى المدينة المنورة. تمام؟ كانت السيدة عائشة كثيرة الصدقة والصيام، فقد جاءها ذات يوم 100,000 درهم ففرقتهم جميعا على الفقراء والمساكين، ولم تجد ما تفطر به عند المغرب، ويروى أنها كانت تطيب الدراهم قبل أن تتصدق بها، ولما سئلت عن السبب قالت: لأن الدرهم قبل أن يقع في يد الفقير يقع في يد الله عز وجل. وقد توفيت رضي الله عنها السيدة عائشة رضي الله عنها في السنة 58 للهجرة، فرضى الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا. دي السيدة عائشة بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنها. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.